باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرادة المرقسية. يسر كنيسة ماري جرجس بالزاوية الحمراء بعد أن قدمت لكم من إنتاج ثروة فكري سلسلة قصص القديسين، وهم القديسة مهرائيل، القديسة إيلاريا، القديس يوحنا القصير، القديسان بهنام وسارة، حياة أيوب البار، الأنبا آمون السائح، الأنبا بولا، وقصة حياة السامرية. أن تقدم لكم بولس الرسول، رسول الأمم. إعداد رامي وإخراج رامي رمزي. يا ولا منك لهلو في ايه؟ وجعت دماغنا. هتكسر الباب ايه؟ القيامة جامت ولا ايه؟ وبعدين معاك يا عمدي، ما تشوف لك حل بقى يا عمدي. ايوه انت العمدي، ما تشوف لك حل بقى يا عمدي. ما تفسر يا قالي وخش في الموضوع طوالي، جاك خابط. انا اقول لك يا عمدي. قول يا سيس عفان، نورني. بقى اهل البلد كلتهم جايين النهاردة عشان يشوف لهم حل. حل فيه يا ولد؟ ايه في الواد مبروك يا عمدي. ماله ده يا ميخائيل؟ بس الواد ده انا عارفه جلاب مشاكل واجع دماغي. الواد ماشي ورانا في البلد يهزقنا ويشتم فينا كاننا قتلنا له قتيل ولا سرقنا له سريقه. ده غير وقفته قدام باب الكنيسه يضرب الكبار قبل الصغار بالطوب ويناكب فيهم. يا عمدي انا مش عارف هو بيعمل الجه ليه. يبقى ما فيش غير اننا نضع حد للموضوع ده. اسمعوا رجاله، أنا هعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه، بس قبله نستشير كبيري وكبرنا كلاتنا أبونا إسحاق. يلا يلا بينا نروح له الكنيسة. يلا 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 يلا. وقف وقف يا ولد، انت وهو أبوكم إسحاق جالكم لحد عنديكم أهو وسمع كل حاجة. يعني عرفت الحكاية يا أبوني؟ دي اللي أنا بقى على الحال. ايوه يا أبونا دي اللي بقى. اهدوا بس، خبركم ايه يا رجالة؟ انتوا نسيتوا اللي هنتحدث فيه في الكنيسة؟ نسيتوا؟ هو مش السيد المسيح برضيك علمنا المحبة والتسامح؟ قصدك يا بنا يعني اننا طب ازاي؟ ده واد صعب قوي وتعب اهل البلد كلاتهم كبيرهم وصغيرهم. احنا بقى مش هنسيب حقنا يا بنا، الواد ده لازم يتربى عشان يقف عند حد. ايه يا ابونا لازم نوقفه عند حد يا ابونا. لازم يا ابونا لازم يتربى، لازم يتربى، لازم يتربى. اهدوا بس، احنا كده مش هنعرف نتحدد. بقول ايه، طيب ما تيجوا ندخل كلنا جوه عند العمده، اهو المطرح واسع ويسعنا كلاتنا. يلا بينا يا رجاله ادخل. يلا يا سعفان هم يا واد يا ميخائيل. ايه من هو ابونا وراه يا ابونا؟ ندخل بقى لما نشوف. يلا يا ابونا ادينا داخلين. يلا يا رجاله. يلا يا ودلوقتي اسمعوني كويس، علشان ابوكم اسحاق هيحكي لكم حكاية. حدوتي يا حلوة يا ولاد. ايوة يا ستي حدوتي، بس بشرط عاوزكم تفتحوا لي دماغاتكم الكبيرة ديت. ها اتفقنا يا رجالة؟ اتفقنا يا اتفقنا يا ابوني. اتفقنا يا ابوني. الشاي يا مبروك. الشاي وصل يا كبير. طب اقعد بقى واسمع معاني. شوفوا يا اولاد، في يوم من الايام في سوق مدينة اسمها طرسوس، الكلام ده كان سنة 6 ميلادية، في السوق ده كانت الناس قاعدة تبيع وتشتري، وكان هناك في طفل صغير اسمه شاول. شاول ده كان عنده 5 سنين. كنت فين يا شاول؟ أمي أنا كنت بدور عليك، تعالي شوف الراجل ده بيصنع الخيام إزاي. أيوة يا شاول. إيه عجبتك الخيام؟ أيوة. خلاص نخليك تتعلم صنع الخيام عشان تعمل خيام أحسن من دي كمان. المهم يلا بينا دلوقتي عشان والدك مستنينا في البيت. أيوة بس انا لسه عايز العب هنا شويه مع الاولاد دول. انت بتقول ايه؟ انت مش عارف ان انت روماني الجنسيه ومن عيله كبيره كمان؟ المفروض ان انت تبتدي تدرس الاسفار المقدسه،
انت ما بقيتش صغير، مش تقولي عايز العب، فهمت يا شاول؟ ايوه يا امي فهمت. سلام. سلام. انا مش قلتلك ما تتأخريش يا ام شاول؟ اصل شاول كان واقف قدام الخيام ومش عاوز يتحرك من قدامها، عاوز يتعلم الصنعة دي. ايوه يا والدي عايز اتعلمها. ماشي يا سيدي، نعلمك صناعة الخيام. وايه لازمتها بس؟ احنا الفلوس عندنا كتير والحمد لله، نشكر الله. واحنا ايه درانا بالمستقبل مخبيله ايه؟ هي حاجة تنفعه، وفي نفس الوقت دي عادتنا ان احنا نعلم ولادنا صنعة تنفعه. خلاص يتعلم شاول صناعة الخيام. ها مبسوط يا سي شاول؟ مبسوط يا امي، شكرا يا والدي. وبعد كم يوم راح شاول جامع الطرسوس. عشان ايه؟ عشان يتعلم الناموس زي كل الولاد اللي في سنه. ومرت 5 سنين وشاول بيتعلم في طرسوس. ومن سبط بنيامين قام اول ملك على اسرائيل وهو شاول. على اسمي انا كمان، اسمي شاول ومن سبط بنيامين. وعاوز تبقى ملك يا شاول؟ لا، كفاية عليا ان اتعلم الناموس ووصايا الرب. احسنت يا شاول، انا ما شفتش يا ابني حد في فصحتك وحبك للناموس. وعشان شاول كان فريسي ابن فريسي، لجده شاف اهله انه لازم يدرس الناموس بتفاصيله ويقرأ في كتب الشرح والتفاسير. ومرت سنين وسنين. العمر بيعدي بسرعة، وشاول دلوقتي وصل 15 سنة، وانا شايف انه لازم يدرس الناموس كله. ايوة، بس عشان يدرس الناموس يبقى لازم يسافر اورشليم. هتسيبه يسافر لوحده؟ لا طبعا، يسافر مع اي حد من قرايبنا رايح اورشليم، وهناك يقعد عند اخته. هناك في معلم كبير قوي اسمه غملائيل، وهو اللي هيتولى تعليمه. اهلا بيكم في اورشليم، ودلوقتي عاوزكم تتعلموا 3 حاجات عاوز اقولها لكم. اولها هي الصراحة مع الصدق، وثانيها اليقظة والغيرة الشديدة على الناموس، اما اخرها هو استعدادكم للدراسة باليونانية عشان هتفيدكم كتير. ودلوقتي هنرحب باخين جداد معانا، هما برنابا وشاول الملقب بولس. اسمك شاول؟ ايوه، ممكن تناديني بولس. وانت اسمك برنابا؟ ايوه. ايه رايك نكون اصدقاء؟ ومر يجي اكتر من 20 سنة كمان، وساعتها كان الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50، وكان ظلهم بيشفي المرضى ويخرج الشياطين. وده بقى خلى كانت اليهود يقلقوا جدا. واللي عاوز اقوله ان كان في شاب منحاز ليهم ومتعصب قوي، الشاب ده هو شاول. وفي يوم كان بطرس معدي قدام الهيكل في اورشليم ومعاه يوحنا. لله لله ساعدني، لله لله. معيش فضة ولا ذهب اساعدك بيهم، لكن ممكن اديلك حاجة تانية. باسم يسوع الناصري قوم وامشي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مش ممكن، مش معقول. معجزة معجزة يا جماعة، مش تغلى نفسه. معجزة معجزة يا جماعة. يا شعب اسرائيل، مالكم مستغربين ليه وبتبصولنا كده ليه؟ كأننا بقوتنا وبتقوانا خلينا المشلول يقوم ويمشي. اعرفوا ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاة اللي سلمتموه انتو وانكرتوه قدام بيلاطس وهو كان حاكم باطلاقه. بص يا شاول، شوف اطباع الناصري عاملين ايه. انا خلاص كرهت الناس دول اللي بيبشروا باسم الناصري، عددهم بيزيد يوم بعد يوم، مش فاهم ليه. اقبضوا عليهم ورموهم في الحبس. ادينا خلصنا منهم. احنا مش لازم نسكت على اللي بيبشروا باسم الناصري دول يا حنان. احنا قبضنا عليهم يا قياسة، لكن بعد ما وصناهم انهم ما يبشروش باسم الناصري تاني، بمجرد انهم خرجوا للشوارع رجعوا يبشروا تاني. طيب والحل ايه دلوقتي؟ ها؟ هنسيبهم كده؟
احنا لازم نخلص منهم، نقتلهم واحد واحد. فعلا يا شاول لازم نخلص منهم. حتى ساعة رجم استفانوس كان شاول واقف يحرس تياب الناس اللي بترجم استفانوس، وكان مبسوط قوي قوي، حتى انه كان بيشارك في القبض على المسيحيين في اورشليم وضربهم وحبسهم في السجن. اقبضوا على المسيحيين، اقبضوا عليهم كلهم وارموهم في السجن، مش عاوز اشوف حد منهم في اورشليم خالص. يلا يلا ادخلوا ادخلوا يا اتباع المصلوب. انت بتعمل فينا كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجه. كفايه انكم بتؤمنوا باللي اسمه يسوع ده المصلوب، والكتاب بيقول ملعون من علق على خشبه. سيدي شاول، قيافه رئيس الكهنه عاوزك. احسنت يا شاول احسنت. وتشكر، لكن عاوزك تعرف يا سيدي قيافه ان مش ههدأ ابدا ولا ارتاح الا لما اقضي على كل المسيحيين دول، ومش في اورشليم بس، لا كمان اللي هربوا منهم بعد رجم اللي اسمه استفانوس ده. وعاوز تعمل ايه؟ انا كل اللي طالبه منك رسائل اروح بيها دمشق عشان اقدر اقبض على المسيحيين هناك بشكل رسمي، واجيبهم هنا ارميهم في السجن يبقوا تحت عينينا. طيب يا شاول، هديك الرسائل عشان تسافر دمشق. اشكرك يا رئيس الكهنه، عارف هتكون اجمل رحله في حياتي. شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ انت مين؟ انا يسوع الذي انت تضطهد. صعب عليك ان ترفس منافس. يسوع 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 يا رب، عايزني اعمل ايه؟ قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. ايه اللي حصل لك يا شاول؟ مالك يا شباب؟ انا مش شايف حاجه خالص، مش شايف. ارجوك افتكروا ان الالهه بتاعتهم نزلت من السماء في شكل بشر ففرحوا قوي قوي. ايه ده ايه ده؟ مش معقول. إيه شبهها إيه ده؟ شبهها ازاي؟ احنا الشعب اللي هو يا اخوانا ليه؟ ومع صديقه لله هرمس. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ اسجدوا للاله، الهه اليونان العظيم. الهه ايه؟ شفت تجار على راسهم اتباعوا الذبائح تحت رجلين الالهه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ استنوا، احنا زيكم بني ادمين، جينا نبشركم علشان ترجعوا عن الخرافات والاساطير اللي بتعبدوها دي. احنا مش الهه، احنا جينا نعرفكم بالاله الواحد يسوع المسيح الاله الحي. ايوه هو الاله الحي الواحد. افهموا ايها الامم، افهموا افهموا واسمعوا روح الله. الراجل ده بيقول ايه؟ ده بيقول انه مش اله، لا الاله جوبيتر ولا زيوس. الراجل ده مجنون. لاجن ده مات. يلا نروح المعبد نقدم الذبائح لجوبيتر الحقيقي وزيوس الاله. ياه ده جسمه كله بينزل دم. يلا يلا ناخده بيته. انت مين؟ اسمي تيموساوس. ومرت ايام كتيره، فضل بولس وقتها يبشر باسم يسوع المسيح بالرغم من آلامه. وفي يوم قال بولس لبرنابا انهم يروحوا يفتقدوا اهل البلاد اللي بشروا فيها من قبل كده ويشوفوا احوالهم عايشين كيف. لكن برنابا قال انهم لازما ياخدوا معاهم يوحنا اللي هو مرقس. فبولس اعترض بشدة وقال ان لسادنا ملول وما كملش معانا، من افضل اننا ما ناخدوش. فحصلت بينهم مشاجرة كبيرة قوي، انتهت بان برنابا اخد معاه مرقس وسافر في البحر على قبرص. اما بولس فاختار سيلة وراح مدينة اسمها فيلبي. اللي حصل اني شفت رؤيا فيها راجل من مقدونيا بيقول اعبر الى مقدونيا واعني، اعبر واعني. فجيت هنا على طول وعارف ان في امر مهم جدا جابني علشان نروح القدس. يا معلم ممكن اطلب منك طلب؟ اسمك ايه الاول؟ اسمي ليبيا.
وبشتغل بيعت أرجوان في مدينة اسمها سياتيرا. وعايزة ايه يا ليديا؟ عاوزة اتعمد انا واهل بيتي. طيب تعالي. بس انا مصيرة كمان انكم تنزلوا ضيوف عندي، ده لو ما كانش عندكم شك في ايماني ارجوكم. لا هننزل ضيوف عندك. حاضر. الناس دول، الناس دول هم عبيد الله. ايوه دول اللي بينادوا بطريق الخلاص. الست دي بتمشي ورانا كل يوم. ايوه يا لؤى ده عدو الخير. تعالي يا ست انتي. بقولك تعالي. يا شيطان انا بأمرك باسم يسوع المسيح انك تخرج منها. اخرج منها باسم يسوع المسيح الناصري. اخرج منها. اشكرك اشكرك يا معلمنا بولس. ايه اللي انت عملته ده يا يهودي؟ الجارية دي كانت بتتنبأ لنا وانت ضيعت منها فلوس كتيرة باللي عملته ده. امسكوهم وهاتوهم على الوالي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هاتوا هاتوا ده كمان. عاوزين ايه؟ ومين الراجلين دول؟ دول اتنين يهود وبيخربوا في البلد. ايوه واحنا رومان ولينا الهتنا وما نبانش باللي بيبشروا بيه. دول بينادوا باله جديد اسمه يسوع المسيح. ايه بقى هم عملوا كل ده؟ طيب خدوهم من قدامي دلوقتي ورموهم في السجن اما نشوف حكايتهم ايه. ده طبعا بعد ما ينضربوا الاول في الميدان العام لحد لما الدم يسيل من جسمهم. ورماهم الوالي في السجن وربطوهم بالحديد. وفي نص الليل لما كان بولس وسيلة بيصلوا ويسبحوا ربنا حصلت زلزلة جامدة قوي هزت السجن كلها. فقام السجان بسرعة يشوف ايه اللي حصل للمساجين لانه افتكر ان المساجين هربوا وكانت وقتها ابواب السجن مفتوحة. فقام مطلع سيفه عشان يموت نفسه. استنى استنى ما تعملش في نفسك حاجة. احنا كلنا هنا ما تخافش. ايه ده مش معقول الابواب كلها مفتوحة والحاجين في ايديكم مفكوك ما هربتوش. انتوا مين؟ احنا رسل رب المجد يسوع المسيح اللي جه علشان يخلص كل البشرية. طب قولي اعمل ايه؟ آمن بالرب يسوع المسيح وتخلص انت واهل بيتك. خدنا بيتك يا راجل يا طيب. وفعلا راحوا بيت السجان وبشروا اهل بيته باسم السيد المسيح. فآمن اهل البيت كله وشكروا ربنا على ايمانهم. وبعدين رجعوا تاني السجن من غير ما حد يعرف انهم خرجوا من اصله. وفي يوم دخل السجان فرحان ينادي عليهم ويقول افرحوا الولي امر ان يفرج عنكم يلا ربنا معاكم واطلبوا من اجلي. ضربونا قدام الناس من غير اي تهمة ورمونا في السجن واحنا معانا الجنسية الرومانية. دلوقتي بقى بيخرجونا في السر؟ لا خليهم ييجوا بنفسهم يخرجونا. يا مولاي انا شايف اننا لازم نتأسف لهم، دول معاهم الجنسية الرومانية. وإلا انت عارف يا مولاي لو قيصر عرف. ايه معاهم الجنسية الرومانية؟ وراح لهم الوالي بنفسه فعلا وتأسف ليهم وفضل يترجاهم ما يجيبوش سيرة لأي حد وأفرج عنهم وخرجوا من السجن. نشكر ربنا على سلامتكم. أخبار إخواتنا في الرب إيه يا ليديا؟ بخير كنا بنصلي لك أنت وسيلة علشان ترجعوا لنا. الولا عارف إننا معانا الجنسية الرومانية فأطلق سرحنا. ودلوقتي بقى عايزين نودعكم علشان نكمل رحلتنا. سلمني على بقى الإخوة اللي مش موجودين يا لوقا وأنت كمان يا تيموساوس. يلا يا سيلة. وبعد كده راح بولس مع سيلة يبشروا باسم السيد المسيح في بلاد كتيرة قوي. وأخيرا وصلوا كورنثوس بعد سنين كتير. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوءة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي
كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن لي سليم حبة فلست شيئا. وكتب بولس الرسول رسالته الأولى إلى تسالونيكي، وبعد كم شهر كتب رسالته الثانية وكمل رحلته الثانية، فمر بكنائس أفسس وأورشليم وأخيرا أنطاكيا. لكن بعد كم سنة رجع تاني لأفسس، وفي يوم كان قاعد بولس الرسول مع تلميذه تيموثاوس ومجموعة من الناس، فسمعوا صوت عالي جدا جدا بره البيت، فخرجوا بوام يشوفوا فيه ايه. ايه ده؟ دول بيحرقوا الكتب يا تيموثاوس. سامحني يا معلمنا بولس، دي كتب السحر اللي كنا بنستخدمها، اهي تحت رجليه عشان تحرق ما عاد لهاش لازم خلاص. وكتب بولس الرسول رسالته الى اهل روميا، وفي مدينة اسمها طرواس سنة 57 ميلادية كان بولس قاعد بيوعظ في الناس، اصله كان مسافر تاني يوم، وكانوا قاعدين في علية، والعلية دي يعني مكان على سطح البيت، وعشان المكان كان زحمة كان في واحد قاعد على الصور اسمه أفتيخوس. بكرة يوم الحد ولازم أسافر أكمل رحلتي علشان أفتقد إخواتنا في البلاد التانية. عاوزكم تحافظوا على إيمانكم، خليكم رجالة مع ربنا، واستعدوا لكل الضيقات اللي ممكن يحاربكم بيها الشيطان. حبوا بعضكم وصلوا علشان بعض. أفتيخوس أفتيخوس وقع من العصور، انزلوا الحقوق بسرعة. لكن يا عيني يا ابني. بس بس ما تخافوش، لسه عايش ما ماتش. أفتيخوس قوم يا أفتيخوس قوم. مش معقول اللي ده معجزة. ده لسه عايش. طيب نكمل كلامنا، وسافر بولس وراح بلد اسمها ميليتس، وقعد فيها كده قد كام شهر. في يوم من الايام كان متجمع مع كهنة الكنيسة عشان يودعهم. انتوا كلكم عارفين من اول ما دخلت بلاد اسيا علشان اخدم الرب انا كنت بعمل ايه علشان الخدمة دي، غير مكايد اليهود اللي ما سابونيش في حالي. النهاردة بقول لكم اني راجع اورشليم تاني. انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي هناك، لكن ده ارشاد الروح، وعاوزكم تعرفوا انكم مش هتشوفوني تاني. يعني هتسيبنا؟ مش هنشوفك تاني؟ ازاي؟ ايوه، علشان كده انا بشهد اني بريء من دم اي حد فيكم، بشهد اني ما تأخرتش عن خدمة حد، وعلمتكم مشورة ربنا، وانا عارف ان بعد ما امشي هتيجي وسطكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. علشان كده اسهروا وصلوا، ودلوقتي اقدر اودعكم. ربنا يحفظكم، ربنا معاكم. سلام. اهلا يا اغابس، اتفضل. سلام لكم، نورت قيصرية. سلام ليك اغابس. يا بولس هو اللي تنبأ عن المجاعة العظيمة اللي حصلت وانت في انطاكيا. الروح القدس بيقول ان صاحب الهدوم دي اليهود هيمسكوه ويسلموه للأمم. والهدوم دي بتاعتي أنا. اسمع يا بولس، الظاهر إنك مش لازم تروح أورشليم دلوقتي، خليك في قيصرية شوية. أنا معاك يا لؤى، لو بولس راح أورشليم أكيد هناك هيقتلوه. أنا مش فاهم إيه اللي أنتوا بتقولوه ده. أنا مستعد مش إن أنضرب بس، لا أنا مستعد أموت على اسم السيد المسيح. ربنا معاك يا بولس، ربنا قادر يحفظك. وفعلا راح بولس على اورشليم وما خافش من اي حاجة، لانه كان متأكد ان ربنا دايما معاه. هو ده اللي بيعلم تعليم ضد الناموس. ايوه
هو ده اللي دنس المكان المقدس، دنس الهيكل. بس انت وهو، ايه الدوشة دي؟ اربطوه بسلاسل. انت مين وبتعمل ايه هنا؟ ده بيدنس الهيكل وبيبشر بيسوع الناصري. كفاية يا حراس، خدوه. اقتلوه. لو سمحتم ممكن اقول حاجة؟ مش انت الراجل المصري اللي قبضنا عليه من كام يوم وكان عامل فتنة هنا؟ انا راجل يهودي طرسوسي، ولو تسمح لي اني اكلم الشعب ده. انا هحكي لكم حكايتي. انا راجل يهودي اتولدت في طرسوس، اتربيت عند رجلين غمهلقيل، وكنت غيور لله زي ما انتم كده غيورين، ويمكن كنت بعمل اكتر منكم، واضطهدت كتير، وياما عذبت في ستات ورجالة، إهانة وضرب ودم. عايز أقول لكم إن حتى لما قتلوا استفانوس وأنا ما اشتركتش معاهم، كنت واقف بتفرج وبحرس هدوم اللي بيرجموه. ومع ذلك الرب يسوع قال لي: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. خدوه اجلدوه. ده مجدد. اجلدوه. أكيد مجنون. لازم يموت. خدوه اجلدوه. أنا عارف إنه ما ينفعش تجلدوا إنسان روماني مش محكوم عليه. أنت روماني؟ أيوة. تعرف إني دفعت كتير من المال عشان آخد الجنسية الرومانية؟ أما أنا بقى فروماني الجنسية من ساعة ولادتي. بكرة هتتحاكم في المجمع عشان نشوف عملت إيه. أنا واقف أتحاكم في مجمعكم النهاردة، لكن أنا بقول لكم إني خدمت ربنا بكل ضمير وإخلاص. إخلاص. الله هيضربك، انت قاعد تحكم حسب الناموس وفي نفس الوقت بتخالف الناموس. ازاي انت بتشتم رئيس كهنة الله؟ انا ما اعرفش انه رئيس كهنة، لان ربنا قال رئيس كهنتك لا تقل فيه سوء. اسمع كويس يا بولس، احنا هنا صدقيين على فريسيين، لكن يهمني اعرف كويس انت مع مين فينا. أنا فريسي ابن فريسي، وأؤمن بقيامة الأموات. مفيش حاجة اسمها قيامة يا راجل أنت. لا، في قيامة. مفيش قيامة، قلت لك في قيامة. بقولك مفيش قيامة، قلت لك في. وكمان أنا مش شايف إن بولس عمل حاجة غلط. بقولك مفيش قيامة، قلت لك في قيامة. مفيش قيامة، مفيش قيامة، مفيش قيامة. فك يا بولس، لأنك كما شاهدت بنا لي في أورشليم هكذا ينبغي ان تشهد في روميا ايضا. احنا لازم نخلص منه بسرعة قبل ما يفوت الاوان. احلف اني مش هاكل ولا اشرب الا لما يموت بولس. بس ازاي هنقتله؟ نطلب من الامير انه يقف قدامنا في المجمع مرة تانية علشان عاوزين نسأله في امور جديدة. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين نقتله. لكن كان واقف هناك واحد وابن اخت بولس وسمع كل اللي اتقال، فراح جوامع الامير يقول له على خطة اليهود. ها اتكلم، عاوز تقول ايه؟ انا ابن اخت المعلم بولس وعايز اقول لك خطة اليهود لقتله. ايه خطة لقتله؟ وعرف الامير الخطة يا اولاد، لكن ارادة رب المجد خلت الامير يؤمر بتسليم بولس لوالي اسمه فيليكس. يا مولاي، ده راجل مذنب بيصير الفتن، ده غير انه دنس الهيكل، وحسب ناموس اليهود لازم يموت لانه مذنب. مذنب ولازم يموت يا مولاي. اتكلم. مولاي الوالي فيليكس، انا عرفت انك قاضي عادل وحاكم على اليهود من سنين كتير، عشان كده انا فرحان اني هتكلم واوضح لك كل الامور. مولاي، انت عارف ان انا ما كملتش اكتر من 12 يوم في اورشليم بس، ومفيش اي حاجة حصلت من اللي بيقولوا عليها دي. لا انا دنست الهيكل ولا عملت اي حاجة غلط، ولو في دليل واحد اكون سعيد جدا لو قدموه. خليهم يتكلموا يا مولاي ويقولوا ايه الذنب اللي انا ارتكبته، خليهم يثبتوه. ده بخلاف موضوع القيامة، لاني قلت اني اؤمن بقيامة الاموات، وهم نفسهم مختلفين مع بعض في الموضوع ده. يمكن عشان كده بقى هيحكموني. ايها القائد،
امر مولاي. خده واحرسه وما تمنعش حد من اصحابه ان هم يخدموه او يقولوا. اما بالنسبه لشكواكم انا هتابعها بنفسي. يلا سيبوني، انا مليت منكم، مليت من اليهود دول خلاص. وبعدين يا رجاله، مرت سنتين كان فيها بولس مسجون في سجن قيصريه، لحد لما جه والي جديد اسمه فيستوس بدل فيليكس الوالي. ها قول لي بقى عملت ايه؟ انا ما اخطأتش لا لليهود ولا لناموسهم ولا حتى القيصر. انا ممكن ابعتك اورشليم تتحاكم هناك. ها ايه رايك؟ لا انا بطلب ان اتحاكم عند قيصر. انا ما ظلمتش اليهود في شيء زي ما انت عارف كويس، انا بريء. ولو كنت عملت شيء رديء يستحق الموت فانا مش هنكره، لكن محدش يقدر يسلمني ليهم لاني بريء. انا برفع دعوتي للقيصر. لقيصر؟ لقيصر رفعت دعوتك؟ خلاص يبقى تروح لقيصر. صديقي الملك اغريباس، اللي واقف قدامنا دلوقتي هو بولس، بولس اللي كل اليهود طالبوا بموته، لكن انا شايف انه ما عملش حاجة تستحق الموت، لكنه رفع دعواه الى اغسطس قيصر. بس مش عارف، مش عارف اقول لقيصر ايه عنه. مسموح لك تتكلم مولاي الملك اغريباس. اولا انا سعيد جدا اني هتكلم قصادك واشرح لك التهم اللي متقدمة ضدي. كل الناس في اورشليم عارفين حكايتي من ساعة ولادتي، وازاي ان كنت صديق كهنة اليهود، وده طبعا لما كنت بشترك في تعذيب وسجن المسيحيين. عملت حاجات كتير عشان ما اسمعش اسم يسوع النصيري ده خالص في اورشليم كلها، لكن حصلت حاجات اكتر خلتني اغير حياتي واتحول ابقى انسان جديد ابيض. انا ببشر بكلام بشر بيه كل الانبياء زي موسى وغيره، ان المسيح هيجي بيتألم ويقوم الاموات، وكل اليهود بيؤمنوا بده، وده اللي حصل فعلا. انت مجنون يا بولس، مجنون. الكتب الكتير اللي انت قاعد تقراها جننتك خلاص. انا مش مجنون ومش بخرف، بالعكس ده كلام العقل والصدق والحق. ايها الملك اغريباس، انت بتؤمن بالانبياء، انا عارف انك بتؤمن. معقوله يا بولس؟ انت قربت تقنعني ان ابقى مسيحي. كنت بصلي لربنا عشانك واللي معاك كمان، انكم تتحرروا زي ما انا اتحررت في المسيح، بالرغم من كل السلاسل اللي انا مربوط بيها دي. خلاص هتروح روما يا بولس. تعرف يا فيستوس، احنا كنا ممكن نسيبه لولا انه رفع دعواه لقيصر. وسافر بولس في البحر في طريق روما، وكان له امان. الحقونا المركب هتغرق، هنموت. الحقونا، انتوا من السفينه، ارموا نفسكم في البحر. الحقونا، الحقونا. لا تخف يا بولس، ينبغي لك ان تقف امام قيصر. نشكركم على اهتمامكم واحسانكم الشديد لينا. كنا هنغرق في البحر يا بولس. مش ممكن يا لوقا، لان الملاك قال لي انه ينبغي ان اقف قدام قيصر روما. الرجل ده اكيد قادر، الالهه كانت هتغرقه في البحر، ما غرقش، لكن العدل خلى افعى تعضه عشان يموت. اكيد هيموت، اكيد اكيد هيموت دلوقتي. اشكرك يا رب اني سليم. ده اله اله. خد الناس دي على السجن وسيب بوليس دلوقتي. امرك ايها القائد. اما انت يا بوليس، هسيبك تعيش مع حارس خاص بيك لوحدك. متشكر. ما تشكرنيش، دي اقل حاجه اعملها معاك، انت اثرتني مع انك اسجن. وفضل بوليس اسير في روما حوالي سنتين، واخيرا وقف قدام الامبراطور نيرون المستبد
لكن عناية ربنا خلت الطاغية ده يؤمر ببراءة بولس من التهم الموجهة ليه. أما القديس فخرج يكمل بشارته في أفسس وكريت ومقدونيا، وكتب وقتها مجموعة من الرسائل، منهم إلى تيموثاوس وتيتوس، ورسالة كمان للعبرانيين، وأخيرا رجع روما. اقبضوا على المسيحيين كلهم، هم اللي حرقوا روما. كان بولس الرسول من ضمن الناس اللي قبضوا عليه. في ناس بقى عاوزه تشوفك. لوقا وتخيكوس، ما تبكوش، ما تبكيش يا لوقا. تخيكوس يا رفيق الرحلات والمخاطر، انت كمان بتبكي؟ انا لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. نيرون امر بتعذيب كل المسيحيين بتهمة حرق روما. انت عارف القانون الروماني يا بولس، انت روماني الجنسية مش هتتعذب معاهم. لكن امر بقطع راسي. انتم لازم تفرحوا، افرح يا لوقا عشاني، وانت كمان يا تخيكوس. انا خلاص قربت من لقاء رب المجد، هو ده هدفنا كلنا ولا ايه؟ ايوه يا بولس. يلا معايا، ده وقت تنفيذ الحكم، التنفيذ هيتم خارج اسوار روما. فلنخرج إذن إليه خارج الأسوار حاملين عارة، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، والآن قد وضع لي إكليل البر. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أعدني إلى هنا وجعلت مني أنا الضعيف رسولاً للأمة. نال بركة هذا العمل من الفنانين الفنان فريد المقراشي، والفنان مجدي شكري، رامي رمزي، جون جورج، يونان قنان، ثروة شكري، جرجس حمزي، سامح رشدي، مريم يوسف، رامي منير، ماجد سعد، نشأة عدلي، دليل عادل، رضا كمال، مرسيل كامل، مجدي السبع، مرقص السلحي، عبدالله فتحي، روماني فخري، مينا مكرم، بولس سعيد، رامي يوسف، كيرلس عريان، يوسف نجاح، فادي منصور، مينا بهيل، فادي نعيم، الطفل أنطونيوس مرجان، خليل نبيل، مارك ألكسان، سيلفي عاطف، موريس راضي. موسيقى تصويرية دكتور هاني ميلاد. ساعد في الإخراج جون جورج. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سوني بشبرا. هندسة صوتية مهندس روماني أمين. رسول الأمم، سيناريو وإخراج رامي رمزي.